بنعيد من الاخر وهلا بلا قطع عن حجزكم. من هي وصغيرة موهبتها للرسم كبيرة، بعمر 15 سنة قامت بأول معرض لها وكان بيتضمن 20 لوحة، بعمر 17 سنة كان معرضها الثاني ويلي تضمن 40 لوحة ووجود أهم الشخصيات المجتمع بحفل الافتتاح، بعدها سافرت لأمريكا حاملة معها لوحات عديدة ذات طابع مأساوي، هالنوع من اللوحات ما لقى تجاوب بأمريكا فقررت ترسم نوع مختلف بيعبر عن وجوه إيجابية للحياة، اليوم من الآخر رح تخبرنا عن لوحاتها وعن ولدها جورج كرم المصور الفوتوغرافي الشهير ومع أكثر من الصور لمشاهير عالميين ما تم بعد نشرهم بولا وسيلة إعلامية. التفاصيل كلها مع نيكول كرم. مساء الخير نيكول، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. نيكول كرم مساء الخير واهلا وسهلا فيك من الاخر. من امريكا دغري من الاخر؟ جيت من 4 سنين على لبنان. فكرت عتقلي من 4 ايام. كثير انبسطت انه جيت من 4 سنين لانه صار عندي مجال 4 سنين كون حد بي يعني قبل ما يتوفى. من شهرين لما توفى البابا وكل شيء انا وخيي قعدنا نهار هيك نفكر انه الحياه مشوار واذا ما عملت شيء بهالمشوار تو شو انك عملت شيء وعامل كثير اشياء بس دائما يضل الوالد هو مصور فوتوغرافي مشهور كثير، اشتغل مع عده وسائل اعلاميه ان كانت محليه او عالميه، يعني اشتغل بالخارج اكثر ما اشتغل بلبنان، بس اليوم عم تقول لنا عندك صور للوالد لاول مره رح نشوفها وصور لمشاهير لاول مره رح نشوفها على التي في، ليش ما تم نشر هالصور؟ هلا لما اجى من فرنسا لما كان عايش بفرنسا كان يشتغل لباري بريس، سو لما اجى اشتغل على افلام مصريه بتذكر دائما كان يخبرنا لما كان بكان في شخص اسمه محمد سلمان، سو انا ما كثير بعرف انه بعرف شو كان يخبرنا انه يرجع على لبنان لانه السينما المصريه عم بتصور كثير افلام بلبنان، وكانت ست صباح بفتكر رجعت على لبنان مع شركه الصباح وهيك كان كثير تربطوا صداقه كثير قوية بست صباح، يعني دائما بخبرنا اخبار شو كانت تخبره وهيك، سو عشنا بالبيت جو سينما، جو نبيلة عبيد تجي لعنا مثلا تنام فور ذا ويكند، سعاد حسني بس تنزل على بيروت بدها كفتة، ماي داد يعزمها على كفتة، بتذكر قصص كثير بالسينما يخبرنا اياها، مثلا حسين فهمي وقت قالوا له يطلع على فريا، قال له بكره على بكره التصوير بفريا ما طلع التصوير، بيضلوا يخبرها البابا انه بكره على بكره ما ركبت معه انه بكره الصبح ما فهمها قال له ازاي تقول بكره على بكره يعني بكره على بكره تركب ازاي ما فهمها، وقصص خبرنا كثير يعني، وحتى اون ساترديز بالبيت تركب الكاميرا ونعمل حالنا انه وي ار كاميرا فريندلي لانه ذس واز ماي دادز ثيرد اي، انا بقول عينه الثالثه للبابا كانت اللينس the camera lens. طيب خلينا نرجع للصور لانه العمل بالصور الفوتوغرافيه هو كمان مجال كان كثير مهم وهو كان ريبورتر لعده وكالات انباء لباري بريس، ولما اجى على لبنان قال لي هيدي مش قبل ما يموت بكثير من شهر قال لي ما حبيتها تو بي ريبورتر فور نيوز بيبر لانه مره كسروا له الكاميرا ما بعرف وين كان عم بيصور وقال لي اتس فيري دينجرس بالميدل ايست انه تصوري ل انه فيها دينجر، حب بس يشتغل سينما وفتح استوديو كرم، اسس استوديو كرم وبتشوفه على كثير من الافلام القديمه أفشي. كرم براذرز يعني هو وعلم اخوته الفوتوغرافي، هو كان تعلم اكيد بنيس و طيب ليه في صور اليوم لمشاهير ما شفناهم ولا مره؟ هلا انا ما كان بده ينشروا يعني وانت قررت هلا انا عم بفتح الجرور طلع بارشيف when you work behind the camera وقت تكون انت الفوتوغرافر بتحب تضوي على غيرك، هلا في ما بعرف اذا في رايتس انه بدك تنشر الصور او لا بس ما كان لا عنده انترست. اللي بيشتغلوا للاجانس دو بريس بفرنسا اليوم مثلا رح نحكي اليوم الباباراتزي اللي بيروح بيقعد بسان تروبي ومدري شو تينب او بالفستيفال دو كار لا ما عم قول اليوم
كل الصور اللي بيجون في بنقي كم وحده ببيعهم لمجلات والبقيه بيبقوا عنده فبيكون باقي عنده كثير منهم مسلمون لحدا. اكثر سوري بس كان عندنا كثير اكثر بالارشيف بس during the war في منهم راحوا يعني رح نشوف بعض الصور وهول الصور اللي رح نشوفهم لاول مره. ألفريد هيتشكوك و تيبي هيدرن بالذا موفي ذا بيرد هون ذي وير بروموتينج ذا موفي ذا بيرد. في ديسكريبتيف يعني عن الصور ولا انت عملت بحث؟ كله ماي داد هاند رايتنج كاتب على كل صوره. حلو. على كل صوره مين مصور. حلو كثير. حتى بريستوران عم بيتغدوا ما بعرف اذا رح نعرفها. نشوف صوره من بعده. هون بيرت لانكاستر بلاينج ذا جيتار بالباب من بعد ما هي واز بروموتينج ا موفي او شيء اخذوا بريك بكان كمان. صورة التالية هون شارل أزنافور. هون ماي داد تو ذا رايت مع ريتشارد تاد هيز ان ايريش اكتر. حلو كثير كله بدخن كله من زمان بدخن. هدول قد ايه عمرهم نيكول 50 سنة هدول 61 رح نشوف اللي بعده. هون اي ثينك جريجوري باك signing an autograph بكان كمان بعدنا بنسين. شو بتحس اليوم وقت طلعتي هول ال هون جورجينا بيكوز بس when she got the crown this was in my dad's studio. واو زقفة كثير كبيرة لجورجينا رزق ملكة الكون وللجاي behind the lens behind the camera. أكيد تحية كثير كبيرة للمرحوم والدي اللي هو كمان التقط هيدي الصورة. رح نترك صورة جورجينا رزا لأنه فعلا صورة حلوة كثير ونتابع حديثنا. وقت لقيتي وقت لقطتي هول الصور شو الإحساس يعني شو بتحسي وشو بيذكروك هول الصور وقديش أنت ناوي اليوم تتخلي عن الصور أو تبيعيهم للصور؟ نو أي دونت نو هيدول سوفينير من بينا يو نو لما تفقد الشخص يو هولد أون تو صور صوره له صور اذا لان صوره طلعتيها اليوم هي كل التاريخ وهي مسيره هي من وقت ما التقط الصوره لحديث ما ظهرها هو وكتب على قفاها قضى حياته ان دارك روم ما كانوا مثل هلا الماشينز ايزي هي سبنت موست اوف هيز لايف ان ا دارك روم. مره فتت معه انا اكروستوفوبيك ما صدقت كيف فتحت وظهرت كانوا يحطوا بلاك كيرتنز بالقوات المعتمة يقدروا ضوء احمر خفيف ضوء احمر خفيف. ما بتفكروا تعملوا منهم كتاب هيك صور في أنا الحديثين وعم يستقتلوا يعملوا صور عمرها 10 سنين يعني انه الكل بيعرفوا ماي داد يعني معروف بي بالسينما بس لايف ماجازين بتعمل هيك اشياء. ليتلي تكرم بالصيف مع احسان الممثل مستر احسان صادق بسينما امبير بالاشرفيه تكرموا سوا لفيلم 011 شيء هيك لصباح سو انبسطنا انه هي واز ايبل اتليست يتكرم مكرم قبل على تاسيس مساعده بتاسيس عنده يعني احلى تكريم له اذا بتعملوا الكتاب وبتنشروه انتم بغرام سو غرامه تو تيك بيكتشرز يعني اذا بقول لك الالبومز بالبيت يو وونت بيليف ات يعني حتى لعائلتنا وي هاف سو ماني بركي ضروري يصير مثل ما قال جورج بركي يصير في كتاب ونشر كل هالصور مع كمان الديسكريبتيف اللي هو كان يكتبه. هون عندي ارتيكل كنت حابه فرجيه. نعم. هيدا عمره 50 سنه الارتيكل بيير اوف رح يتخزى سو بي كيرفول بكره انا لاولادي بجيب لهم ايباد تفرجيهم ارتيكل. جورج كرم في 3 ميتيي بو اسيستي شاك اني او فيستيفال دو كان لكن هول الصور عن ال عن الوالد ان فيريتابل ماتر جاك دون لي ري دو بيروت. حلو كثير شو كانت حلوه هالبيريود حلوه بتحتفظ بكل هالقصص وبكل هالارتيكلات يعني كثير بحب كل شيء لها سنتمنتال فاليوز. نيكول رح نشوف بعض اللوحات يلي بترسميها اذا فيك تخبرينا شو عم تشوف العالم اللبناني عم تشوف ضمنهم العالم اللبناني. هون فسرت الانترناشونال تريبيونال اللي هو لهاي المحكمه الدولية سو هون كيف انه مضيعين القاضي ولا قادر يحكي ولا يقشع ولا يسمع اللي بعده ومثلته بالكرافاتات انه انترناشونال. هون ليدي جاستس جايه من لهاي برينجينج باد نيوز تو لبنان ذاتس واي اي تلتد ذا سكيل يعني سكيل منه جالس. هون جبران خليل جبران لكم لبنانكم ولي لبناني حبيت فرجي كيف لبنانكم وكيف لبناني. حلو
هون الربيع لبنان يو نو سو مع انه انت عايشه كثير عايشه برات لبنان وعشت قسم كبير من حياتك برات لبنان قديش في تعلق على لبنان تعلقك بلبنان قديش هو كبير وقديش اليوم السياسه المحليه بتهمك انا بس بدي اخبركم انه بس نكون مجتمعين ثلاثة او أربعة بامريكا منبلش نحكي سياسة ونستمتع بالسياسة يعني قديشنا بعاد وما كان شيء يخصنا برسم سياسة مش بس سياسة برسم كل شيء بس حبيت جيب البوليتيكال اللي آخر مدة جيت على لبنان ما في مجال ترسم غير بوليتيك يعني هلا في قصص رسمتها كتير مثل سانت نيكولاس تشيرش الحي ربيت فيه ما بنسي بحياتي I love it رسمت نيكولا سرسو الفيلا اللي قدمها متحف رسمت كتير قصص ما لها علاقة بالحرب موجودة بلبنان رسمت بورتريات كمان ورسمت بورتريات ومنه بورتريتك بس ما بعرف كان لازم شوفك فاس فاس على الانترنت فرجينا اياهم هون على الانترنت طالع معك احلى ما انا دايما بحليهم تما يقولوا مش انا لحظه خلينا نشوف انا اول واحد مزه لا ايه هذا هو هذا هلا اللوجو ظابط لا ظابط هاي ايدي هاي ايدي هول ايدينا هول ايديكم سو ما نسيت حدا شكرا لكم ستيني انا في خمسه لا ستة ستة ست ايدين من الاخر راشد بحصلة مثل الصورة رولا منصور هذا نيكول للرسم رسمة بيير ولا صور بيك يلي رجعنا لهي البريود تبع فيستيفال دوكان وقت كان في جخ برأيي كتير أكتر من هلا والكوافير ولبسون وهيدا البريود اللي أنا كتير بحبها كل واحد بغنى عمواله ليس الرغم أنا حبيت الصور وحبيت بالبينتينج تبعك بعدك بتشوف شيء بوزيتيف يعني مع كل اللي عم بتعيشيه بالسياسة وما بتشوف شيء بوزيتيف زينة أدمنك نوستالجيك يعني ما كان عندي أدنى شك إنك بنت مصور يعني مثل ما قلتي بحافظ على الذكرى وعلى الصورة بوقف الزمن بقى جود لك وإن شاء الله على طول ضل صوره لأستاذ جورج بيناتنا ميرسي ميرسي جورج حرب أنا صراحة حبيت الانترودكشن وقت فت على السايت تبعك اللي بتفرجي قدي واحد شو ما صار وشو ما عمل وشو ما عيش هالتعلق بالوطن تفكير لتربية الأولاد على نفس الطريقة هيدا بده لوحده 10 تمزب من ميلي والصور تبع الوالد كتير حلوين عن جد بتمنى وبصير بعد مرة لازم تعملوه الكتاب يمكن كرمالكم وتخليدا لذكرى كمان ميرسي ورولك هادي وأنا أكيد بدي أعمل لك هيك لإلك لتعلقك بوالدك وبشغل الوالد وإن شاء الله كمان مثل ما قال جورج نشوف الأعمال بكتاب وتوصلوا أكتر ميرسي وأنا بعملكم هيك نيكول بيقولوا يلي خلف ما مات بالنهاية عم نقدر نشوف أنه الإبداع عم ينتقل من والدك يلي كمان عم نشوف أنك رسمتي للوالد من إبداع الوالد وكل نجاحات الوالد لإبداع كمان فن بنوع تاني وحضرتك عم تقومي فيه وقمت بمعارض عالمية مشان هيك نحن بنقول لك برافو لكل شيء بتعمليه وشكرا لانه حبيت تجي وتشاركينا هالصور وتشاركينا هالذكريات للوالد يلي بدنا نوجه تحيه لروحه الكبير جورج كرم شكرا كثير لك نيكول لوجودك معنا ثانك يو بريك تاني حلقتنا بوقت البريك ما تروحوا لمحل خليكم عم تتواصلوا معنا عبر تويتر وفيسبوك بريك وبنرجع هلا حدا صار هلا بيقدر من بيته يقدر يشوف كل هالمشاريع المبدعة من الانترنت ويعمل فاندينج اونلاين ثرو كريدت كارد او ثرو على ويب سايت يعني الاشخاص بفوتوا بحطوا افكارهم والباقي الاشخاص بفوتوا بيدعموهم بالضبط نحن كل سنه بنعمل هانيمون بمحل بقى هذيك السنه قررنا نروح على اوروبا ونبرم اوروبا بالبايكس هيدا ماراثون تعملها اذا بدي اعمل اغاني خاصه بالعربي ما لقيت حالي يعني بفضل واذا بدي غني بالاسبانيولي او بالتلياني اكيد بلبنان ما رح يمشي حالي يعني رح اكون على صعيد عالمي وصعب كتير اذا بلبنان مش قادرين نقلع